عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. كسرى لقب لكل من ملك الفرس، معروف حاكم الفرس كان يسمونه حاكم فارس يسمونه كسرى. قيصر لقب لكل من ملك الروم، حاكمهم يسمونه قيصر. النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، حكام الحبشة يسمونهم النجاشي. يعني النجاشي مو اسم، وإلا النجاشي اللي أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه أصحمة. النجاشي فقط لقب الحاكم،